قد ايه اليوم الاطفال بشكل عام عم يعانوا من رعب وخوف وشعورهم بعدم الامان، قد ايه هنن بحاجه لدعم نفسي، خصوصا في اطفال عندهم وضع خاص مثل الاطفال المصابين بالتوحد، هدول لازمهم رعايه مضاعفه واهتمام مضاعف. اكيد عفاف، نحن بنعرف هول الكارثة كثير كبير على الناس الكبار، فكيف الاطفال؟ واساسا هي المخاوف تنعكس على الاطفال من الكبار، لهيك نقول دائما عبر محطاتنا الصباحيه لما ناخذ اي استشاره نفسيه يجب ضبط الاعصاب خصوصا عند الاهل، لانه بتنعكس هي المخاوف على الطفل. فالاطفال حتى السليمين ان كان ولا عندهم حالات خاصه كثير بتاثر على نفسيتهم بالمستقبل. اليوم رح نحكي عن طفل التوحد، نحن بنعرف بالعشر سنوات الاخيره في نسبه عاليه اليوم الأطفال مصابين بالتوحد، لنحكي عن مفهوم الخوف وردات الفعل أمامه بحدوث أي كارثة. عم نحكي نحن يمكن 10 سنوات من الحرب عشنا حالات كثيرة إلى اليوم ما حدثت الزلزال المدمر والكارثة الإنسانية. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا ميسم حصرية، اختصاصية استشارية نفسية وتربوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير والحمد لله على سلامة الجميع. الحمد لله على سلامتك وأهلا وسهلا فيك. بداية يعني الطفل التوحد عنده وضع كثير خاص وبيكون أكثر حساسية وما بنعرف شو في بداخله، يعني بصعوبة لحتى يتم التفاهم معه. فينا نعرف منك شو هي الأشياء الأكثر شيء إنه بتزعجه وبيخاف منه خصوصا بهذا الوقت يلي نحن عم نعيشه؟ الحقيقة طفل التوحد في عنده سمة كتير لازم نحن نكون حريصين لما نشتغل معه على أي شيء بغض النظر عن الحوادث عن الكوارث. صحيح. فكيف إذا كانت بوقتها إنه هو في عنده استشعار أو في عنده العتبات تستقبل هي المثيرات بشكل كتير 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 مضخم. يعني كتير منلاحظ إنه في عنا أطفال توحد بيضلوا بيحطوا إيدهم على أذانهم، كتير منلاحظ إنه في أطفال تجيهم نوبات صراخ. صحيح. نوبات ضحك بلا سبب، نوبات بكاء بلا سبب، بيكون سببها عتبات الألم والخوف عندهم. فهذا الموضوع هو موضوع جدا مهم انه نحن نراعي انه طفل التوحد في عنده اضطراب، وغالبا ما بيكون هذا الاضطراب هو زيادة استشعار بالعتبات، عتبات الألم والخوف. يعني بيحس بالقبر قبل ما يصير؟ تماما. هلا كثير كنا نسمع انه في اطفال بالحرب كانوا يكون في عندهم ردات فعل تعطيهم اشاره انه هو بده يصير في عندهم شيء بهذا التوقيت او بهذا الوقت. فنحن كثير بدنا نكون مركزين بغض النظر على الحدث او الاحساس، خلينا نحكي منطق او خلينا نحكي اكلينيكيا، هن في عندهم عتبات الالم والخوف بتكون كثير عاليه. صحيح. فمو بس الاستشعار، ايضا في عندهم الاستقبال للمثير بيكون هو عالي. مضاعف. كونه أنا أخذته مضخم مثل ما أخذت الصوت مضخم، مثل ما أخذت الحادثة مضخمة، مثل ما أخذت الخوف مضخم، فأنا بدي أعطيه بشكل مضخم ردة فعل. خليني أوقف عند هي النقطة أستاذ ميسم، ودائما نحن بنحكي معك عن أهمية اليوم التعامل مع طفل التوحد، لأنه بمجتمعاتنا حتى الدوائر الصغيرة يمكن ما في عيلة ما في طفل مصاب بهذا الاضطراب. خلينا نحكي عتبات مثل ما قلتي الألم والخوف هي بتكون عنده عالية، فهو حتى الحساسية عنده عالية، كيف يتم التعامل؟ يعني اليوم نحن بحالة إذا تنتبهي هلع وخوف، يعني الناس عم تترقب الهزات الارتدادية من الزلزال، اليوم انعكاس أي ردة فعل من الأهل هي بتنعكس على الطفل، فهو بالأخير كل هاي المفاهيم بيكتسبها منك، كيف رح يتم التعامل معه؟ يعني مع هاي العتبات اليوم، طريقة التعامل، لأنه أحياناً بتفلت الأعصاب بهي اللحظة، ما كثير الناس اليوم عم تقدر نضبطها، لهيك يومياً عم نركز على الحالة النفسية وطريقة التعامل ضمن رحلاتنا الصباحية. صحيح. كتير بدنا نكون مركزين على شق هو مو بس لطفل التوحد، هو ايضا للطفل الطبيعي. صحيح. مثل ما نحن بنعطي اشاره للاطفال اللي حوالينا هن رح يستقبلوها ويعطونا رده فعل مناسبه لها. انا كتير عم لاحظ انه نحن بمجرد بنسمع خبر او بنسمع شائعه بنحط حالنا قدام الموبايل وبنترقب، زائد حالات التوتر اللي بتكون هي بشكل دائم دائم دائم، تحضير الشنطة على جنب. خلينا أنا طبعا أنا بقول الأشخاص اللي بيكون في عندهم خطر
ببيوتهم، الافضل انه ينزلوا من بيوتهم يقعدوا باماكن امنه، ولكن اللي هن مثلا ما شافوا انه في خطوره عندهم بالبيت، الافضل انه هن يتحلوا بالهدوء بالاستقرار، خلينا نقول على الاقل قدام اطفالهم. فانا بشوف الحوار هو كثير شيء حلو. اغلب اطفال التوحد بفكروا اهاليهم انه هن ما عم يفهموا عليهم شو عم يحكوا. طفل التوحد كثير عنده ذكاء عاطفي، كثير عنده ذكاء مكاني، فممكن انا احطه وحاوره، حطه احكي له حكاي. انا كثير بقول انه حتى الاطفال الطبيعيين اليوم نحن بحاجه انه نحن نسرد لهم قصه، هي القصه تكون مشابهه للشيء اللي ممكن انه هن يحسوه، او مشابه للشيء اللي ممكن يصير معهم. يعني ما بالضروره اوكي كان في صبي اسمه كذا وبنت اسمها كذا، صار عندهم زلزال، الزلزال وهيك، وصل لهم هي الفكره بطريقه بسيطه توصل لعقولهم قبل ما انا اعطيهم رده فعل تاثر بقلوبهم فتعطيهم رده الفعل. فانا بقول ثلاث شغلات اساسيه هن كثير بيساعدونا: الحوار، حاله عدم الخوف المبالغ فيها، نحاول نضبط اعصابنا طبعا قدر المستطاع، هي لو صعبه بس ضبط الاعصاب كثير مهم، كثير جدا كثير مهم وكثير صعب. ابدا ما بدي ينقال انه نحن عم نبالغ، انه هو نحن فعلا عم نخاف، نحن فعلا عم بيصير شيء، ولكن احيانا نحن لازم ندرس تصرفاتنا بهذا الوقت. أكيد يعني بدل ما شد ابني بسرعة مثلا 15 ثانية فيني شده بسرعة 10 ثواني، أوكي البيت عم بيهز، أوكي فيني أنا أتعلم طريقة حماية أحمي نفسي وأحمل ابني، لأ ممكن هي السرعة تأذي. صحيح. يعني أنا انعرضت علي حادثة إنه الطفل ما خاف من الصوت ولا خاف من الهزة، كان عم يضحك ولكن بمجرد شدت أمه لإله تألم. شفنا عبر الشاشة حالات الهلع والخوف والتوتر، يعني لما نحكي عم نحكي عن الزلزال الهزة الارتدادية اللي حصلت بتمام الساعة 8 ودقيقتين تقريبا، كل الحالات اللي وصلت على المشافي هي حالات توتر وقلق وخوف. لهيك نحن بنركز على ضبط الأعصاب اليوم، صعب كثير بس كثير مهم اليوم نضبط أعصابنا، لأنه ما بتتخيلي قديش ممكن يكون إلى أثر نفسي وجسدي وإلى انعكاسات كثير سلبية على محيطي وضمن العائلة. أكيد، ونحن لازم على طول نتذكر إنه نحن أقوياء. يعني نحن تحديدا اهل سوريا الحبيبه مرقنا بحرب، يعني مرقنا بعده ظروف كنا قوايا. صحيح. طبعا هذا الشيء ما بيقول انه او ما بيخفف عنا الم الناس اللي فارقناهم، الم البنايات اللي شفناها قدامنا، ولكن ما نضل نحكي فيه على الاقل بالوقت الحالي مو مشاننا نحن، عقلنا الباطن ممكن انه نحن نبرمجه بطريقه معينه، ولكن مثل ما ذكرتي وقت بيكون عندنا طفل عنده حاله خاصه او حتى طفل طبيعي ما بالضروره نغيره لطفل صار عنده حاله خاصه بسبب الخوف، بسبب التوتر، بسبب تناقل الاخبار، السوشيال ميديا. يعني انا عم لاحظ انه على طول نحن احيانا بيقولوا لك انا ما حسيت بالهزه، قريت فيها على الموبايل فدخت. فعلا نحن بصير في عنا اثار، نحن في عنا شيء مباشر وعنا شيء غير مباشر. صحيح. مثل انواع الافيزيا اللي عم بتصير عنا، اللي هي الحبسه الفكريه، الحبسه الكلاميه، كلها عم تكون نتيجه صدمه. صحيح. احيانا نحن ما عم نحس الصدمه على قد ما عم نعيشها. نحن حاليا انا بقول وخاصه نحن اهل دمشق بتوقع حمص، هي البلدان كل الامن والاستقرار لإلهم، كل الحب طبعا لإلهم، ولكن هن عاشوا هول الصدمه اللي عاشوها. صحيح. وليس الصدمه اللي تلقوها، لانه كانت الحمد لله الف شكر لك يا رب كانت شوي اقل. صحيح. من باقي المناطق. صحيح. طبعا صحيح، نحن يعني حتى نحن الكبار ضلت اثار هي الصدمه موجوده علينا، يعني لحد هلا بتلاقينا راسنا فاتل دايخين، ما لنا مركزين، يعني اثار هي تركت فينا صدمه، اثار كثير لحد هلا ما بنقدر نتجاوزها، فما بالك على الاطفال الصغار. يعني شو بشكل عام ومريض التوحد بشكل خاص، يعني شو هي الآثار يلي ممكن تتركه الصدمة اللي صارت بالزلزال على هذا الشخص؟ طبعا هلا نحن بالآثار بدنا نحكي عن آثار مباشرة وآثار غير مباشرة. يعني الآثار المباشرة نحن بنقول اللي بتظهر هلا،
اللي بتظهر هلا ممكن يصير عندنا حبسه كلاميه، يعني الطفل اللي كان ناطق ممكن يتحول لطفل يصير عنده نوبات صراخ بدل النطق. خلينا نقول في عندنا حالات الهلع الخوف اللي بتكون اثناء النوم، في عندنا حالات التكرار والنمطيه التكراريه اللي بتكون هي بالاصل عن طفل التوحد ولكن بنصير بنلاحظ انه هي بتزيد. نوبات الضحك والبكاء بكل بساطه لانه هو ما عرف شو صار فلازم نحن بلش نمهده. في عنا الحالات الغير المباشرة اللي هي بتصير على شكل انه هو بيصير في عنده مثلا حركات نمطية جديدة، يكتسب حركات نمطية جديدة، بيصير بيحاول يضرب على احد اعضاء جسمه مثل ممكن الرجلين الرأس الى اخره، لانه هو وقت اجت عتبة الصوت لعنده اجت بعتبات عالية فبده يحاول يفرغها. زائد انه نحن بدنا نقدر في شيء اسمه الصدمه التفريغيه. صحيح. الصدمه التفريغيه هي جدا مهمه، يعني انا مثلا اليوم لما طفلي وقت سمع صوت معين او صار شغله معينه ممكن يكون التفت كلغه جسد يمين او يسار، فانا كثير بدي يكون مركز انه انا اذا التفت يمين معناتها هو عم بيحاول يستذكر هو شو صار معه، بينما اذا التفت اذا كان بقبق عينه عم بيروح اكثر اثناء الشرود لليسار، فانا معناتها بدي دقق هون انه انا الطفل عم بيحاول يتذكر اللي صار معه. فبصير بشتغل على هذا الشيء، فانا اذا الطفل عم يتذكر شو صار معه بصير بشرح له، اما اذا عم بفكر شو صار معه بصير ببسط له المعلومه. يعني لغه جسد اطفال التوحد بهذا الوقت كثير بتهمنا، حركه بترجم الحاله نوعا ما. تماما. مثلا الحركه النمطيه اذا كانت سريعه معناتها هو حاسس بتوتر، بينما اذا كانت بطيئه معناتها هو حاسس بخوف. ممكن هي الاثار ما تظهر مباشره يعني بنفس الوقت، تظهر لبعد وقت طويل. تماما. نحن بدنا نعرف انه نحن يعني خلينا نقول تشريحيا بنقول انه هي مشكله طفل التوحد هو بطء المعالجه. يعني كل حدا مننا اكتسب عالج اخرج، فهو عنده بطء، هو الاكتساب عنده جيد، المعلومه عم تجي لعنده، ولكن المعالجه عم بتكون ابطا من غيره من الاطفال الطبيعيين. فهو ممكن ما يكون عمل شيء اثناء الحدث، ولكن ممكن بعد ما يقارب 20 ساعة 18 ل 20 ساعة وأكثر بلش يعالج شو صار معه تدريجيا. نحن بنلاحظ انه بعدها بلشت تظهر عنا هي الآثار. طيب استاذ ميسم، نحن بنعرف الطفل المصاب باضطراب التوحد اساسا التعامل معه بده مجهود كثير كبير، فخلينا نحكي وهيدا بيأثر يعني بالمستقبل على التعليم على النطق على الحالة النفسية والجسدية، خلينا نحكي طريقة التعامل مع الصدمة لطفل التوحد إذا ما تم معالجتها بطريقة صحيحة، قديش يمكن نحن بنخسر مجهود كثير كبير كنا ماشيين صح مع هيدا الطفل. كثير مهم اليوم نستشير نقدر نتعامل بطريقة صحيحة وما نمل، نحن بنعرف قد ايه بدها طولة بال، يمكن بدها مجهود مضاعف، بس هي بتأثر. نحن بنعرف إنه طفل التوحد عنده قدرات هائلة فينا نستثمرها ومواهب استثنائية هي أساسا تفرغ تدريجيا. تماما. هلا أول نقطة بدي أحكي فيها هي الحب. الحب سواء مع طفل التوحد أو مع أي طفل هو مطلوب لحتى نحن نقدر نعطي الشيء اللي نحن بدنا نعطيه. ثاني شيء، مثل ما نحن عم ندرب طفل التوحد أو طفل الصعوبات أو طفل نقص الاكتساب إنه هو يستقل بحياته، فصار من الواجب بالسنوات الأخيرة نعلمه أو ندربه كيف هو يقدر يحتاط وخلينا نقول يدافع عن نفسه ضد أي شيء. فنحن لازم كاختصاصيين كأمهات كناس عم تشتغل مع هدول الأطفال نبلش نعطيهم أساليب احترازية. يعني نحن كتير في عنا أطفال من أطفال التوحد هن عندهم قدرة هائلة مثل ما ذكرتي. صحيح. على النسخ، وايضا في عنا بالشق الثاني اطفال كثير عندهم قدره عاليه على التعميم. فخلونا نستثمر هذا الموضوع، خلينا نعلمه، لان احنا معرضين بانه ما نكون جنب الطفل ببعض الاحيان. صحيح. معرضين انه الطفل يكون بعيد عنه. خلينا نستثمر هذا الموضوع. ثالث شيء واللي هو جدا مهم، موضوع التفريغ. علم او درب الطفل على تفريغ المشاعر بشكل صحيح. يعني انت خفت، حتى لو كنت انت كطفل توحد غير ناطق، فرغ لي او عبر لي او علمه طريقه تعبير عن الخوف، طريقه تعبير عن الفرح،
طريقة تعبير عن حاجاته الأساسية. وطفل التوحد بيكتسبك يعني أسرع من غيره. نحن مثل ما قلتي النقطة كثير مهمة، النسخ يعني شو بتتصرفي إذا بتعلمي، لو أخذ مجهود هو قادر بعتقد يتصرف بهي الأحداث يمكن أكثر من غيره لما تعلمي بطريقة صحيحة. تماما، لانه هو مثل ما قلنا هو العتبه عنده اسرع من الطفل. صحيح. اوكي هو عنده بطء بالمعالجه. صحيح. ولكن على الاقل خلينا نقول اذا احنا ما حقق مهاره عاليه بيحقق مهاره توازن. متساويه. صحيح. مع الطفل الطبيعي. صحيح. نحن اليوم نحن بنقدر نحط حالنا ببيئه مناسبه، نحن ككبار واعيين بنعرف شو هي البيئه يلي بتناسبنا وبتخفف عننا القلق والخوف. بس الطفل وخصوصا مصاب التوحد يعني، والاطفال بشكل عام خلينا نحكي ما بدنا نظلمهم، خلينا يعني شو البيئه المناسبه لحتى نحيطهم فيها لحتى تخفف من التوتر خصوصا بهذا الوقت. البيئة المناسبة هي البيئة اللي بتكون مليئة بالتواصل، سواء كان تواصل لفظي أو تواصل جسدي. كتير مهم هذا الموضوع. يعني نحن طفلنا أوكي بالوقت الماضي نحن عم نتواصل معه، ولكن هو هلأ بهي الظروف وبحاجة احتضان، بحاجة دعم، بحاجة اسأله أنت شبك، أنت حسيت، خليه يطالع كل الحكي، لانه هذا الشيء بيساعده اذا تلقى. نحن بنعرف انه نحن في عنا شيء ارتدادي هلا بالوقت الحالي ممكن نتعرض له، بحيث انا ما راكم هي المشاعر فيصير فيها اي اضطراب، خليه يفرغ، خليه يحكي لي انت شو حاسس، انت شو حسيت. يعني لازم نضل نحن شاغلينه، عم نشغله نسمع. عم نشغله بحيث انه ما يفكر. تماما لحالة. نشغله من ناحيه، ولكن بالطريقه الثانيه نكون عم نسمعه. نحكي له شو بده يصير، نحكي له هو شو لازم يعمل. هي خلينا نقول كتواصل، خلينا نقول كشي حسي، خلينا نضل عم نشتغل معه على شغلات انه هي تعزز عنده قوة التفكير التخيلي. يعني نحن بنعرف انه هلا هو لما شاف شيء معين او لما سمع شيء معين هذا بده يصير صدى، مثل ما بصير عنا كلنا نضل عم نتخيله. فخلينا نشيل التخيل من عتبة الشيء اللي هو عم بيفكر فيه لننقله لمحور تاني ربما يخفف عنه. أكيد. يعني تعال نتخيل نحن مثلا كيف بدنا نعمل بيت من خشب حتى لو هي الظروف ما نمواتية. أنا ما أقول إنه نحن بدنا نكون ملائكة قدام هذا الطفل، نتحلى بهذا الصبر، نحن خايفين مثله يمكن، ولكن نحن مثل ما ذكرتوا مشكورين كتير، نحن قادرين إنه على الأقل نضبط شعور معين أو نشتغل على حالنا بهذا الشعور. رح أقرب عند هاي النقطة لأنه وقتنا خلص أستاذ ميسم، بس هاي نقطة كتير مهمة. يمكن كلياتنا عم نعيش بحالة توتر وقلق، لكن ضبط الأعصاب اليوم مطلوب لأنه إله انعكاسات وآثار نفسية. اليوم عم نشوف عبر الشاشات الإخبارية بالهزة الأخيرة اللي صارت كل حالات هلع وخوف وتوتر إلى أثر كتير كبير على الأطفال. فكرمال الأطفال قد ما فينا نضبط أعصابنا ونحاول نتعامل، يمكن هي 5 ثواني إذا تعاملتي بطريقة وعي بتكسبي الصحة النفسية والجسدية إليك ولعائلتك. بالختام أكيد بدي أتشكرك، شكرا كتير إليك. شكرا كتير لكم. طبعا الرحمة لكل الضحايا. أكيد. الأمن. أكيد. والاستقرار لكل العائلات اللي تشردت من بيوتها، وأيضا كل الأمان وكل الاستقرار لكل الناس اللي نجوا من هاي الكارثة. شكرا كتير لك وأهلا وسهلا فيكي.